الغياب ديال الفنان المغربي راكي كتعرفوا يعني كان هاد الوباء ديال كورونا اللي تقريبا عامين هذه ما اشتغلناش، فالفنان كيبقى فنان كيف ما كان الحال، عنده التاريخ ديالو، عنده الكلمه ديالو، عنده لا بريزونس ديالو. فهاد الشباب اللي كيطلعوا في المواقع التواصل الاجتماعي فكنظن خصهم شويه ديال التكوين، مشيو يديروا شويه ديال التكوين، لان ماشي كل من هب ودب وضحك ولا قال شي كلام خارج على يعني الموضوع ولا هذا نعملوا منه فنان ولا كيف كيقولوا هما تيدير البوز ولا هذا. دونك انا تتبان لي الظاهره غير صحيه، لان الفنان تيبقى فنان بتاريخه وبالعطاءات ديالو وبالتكوين الاكاديمي ديالو، ماشي غير بالتهريج وبقولها وضحك عليها. لا، هذاك الشيء شغله هو المخرج، الا بغى يجيب شي واحد من ما قلت لك هذاك شغله هو شغل المخرج، الا بغى يجيب شي واحد ماشي فنان بغى يجيبو يكمل به ولا جو سي با كيفاش كيبان له، هذا شغله هو، لان هذا الشيء كيدخل في الكاستينغ وتيدخل في لي بيرسوناج ديال هذاك البروجي اللي غادي يخدم هذاك المخرج. دونك كيما قلت لك تيبقى يعني التكوين الاكاديمي ضروري، والفنان راه دائما تيبقى فنان شاء من شاء وكره من كره. التطبيق هذا ما عرفش، الناس كل شيء ناضوا تيهضروا عليه ناضت القيامه عليه، في كاين المشكل ما عرفش انا المشكل فين كاين. واحد الانسان تيبغي واحد الفنان كيتصل بيه تيقول له فوالا بغيت كلمه منك ولا هذا، انا كيبان لي ما عرفت زعما داروا من هذا الموضوع، داروا حبه داروا منها قباج علاش فنان تيبقى فنان، هو جمهور، هو يعني عنده جمهوره، عنده لي فان ديالو، عنده اللي كيبغيو، علاش داروا هذه القيامه كلها على هذا الموضوع؟ ما فهمتش.